اولا وقبل كل شيء تنشكر القناه على هذا الاستضافه هذه واللي تتسولنا بعض الاسئله لانها مهمه جدا. انا سنهضر معكم كرئيس جمعيه فضاء مجال الاعشاب الطبيه والعطريه والرقيه الشرعيه اللي الاهداف ديالها احنا تنهضروا دابا باش نوضحوا للمواطن شنو كاين للأهداف ديالها. هي التوعية وتحسيس المواطنين بالمورط الروحي المتعلق بالأعشاب الطبية والعطرية والرقية الشرعية ومحاربة بعض الدجالين والمشعوذين ومحاربتهم كل ما لزم الأمر في ذلك. هذا راه القانون الأساسي لأن مصدقة عليه دولة بالظاهر الشريف ديال القانون المتدرج في الجمعيات. مثلا كل راقي وكيفاش تيتعامل، بحال دابا راقي غادي ديبلاصا لواحد السحر مرشوش، ما يمكنش باش غيمشي في سبيل الله بطونوبيلته مازوطو ويخلي ولادو بالجوع باش يدير الرقيه لواحد الشرعيه باش يبرق. ولكن كاينين المتطفلين على المجال شنو تيديروا، جالس وداير خوه وداير اختو وجالس يقرا على عباد الله وعليه الزحام وداير الحصه ب 500 درهم. اللهم من هذا منكر. ربما كاين واحد ثمن رمزي يعني راه فيها بزاف ديال المسائل، راه ما غاديش يجي مركز غادي يتقام غير هكاك، وباش دير مركز راه مشكله، راه ما يجيش انسان يكري لك انت تدير لي باف غادي دير صداع غادي يجيو عندك الناس، غير راه معاناه ومشاكل اللي تتوقع. ولهذا الاسباب تفاجئنا، انا جالس في المركز ديالي حتى لقيت واحد الخبر فاجئني وصرني مزيان وعجبني. الهديد الله سبحانه وتعالى ماذا بينا يقلالوا الشيخات ويوليو روقات. السي خالد، نعم، شنو هو السحر وشنو هو المس والفرق بين هاد الجوج حوايج هادو؟ يعني المس راه تسليط من الجن، السحر عاوتاني راه السحر راه تيديرو الساحر، فهمتي كيفاش؟ وكاينين الناس اللي تيدعوا بالرقيه الشرعيه وهما سحاره. كاين واحد السيد دابا في وزان نصب على عباد الله في اوروبا تيقول لهم انا راقي نوراني ولا روحاني، والله الله اعلم. الرقاص كاينين الانواع ديال الرقاص، وهذا دابا دابا غادي نوليو حتى راقي الكترونيك. كترقيهم في الانترنت؟ لا غادي نوليو الكترونيك. يعني شنو هي الكترونيك؟ هي عندي واحد البوابه وغادي نبقى ندخل لك بحال هذا، ولكن شكون هذا الشيء اللي دارو؟ دارتو اليوتيوب. انا السيده لقيتها متلبسه بسحر النجوم. وشنو هو السبب ديال هذا سحر النجوم؟ هي ان دخلت لواحد القناه ديال واحد المصري وقال لها غادي تشدي، لا انا ما بغيتش نبين هذه الوصفه لان الا داروها الناس غادي تاثروا غادي مرضوا. شنو دار؟ قال لها غادي تنجمي هاد الاعشاب وهاد الماء وغادي تقراي عليهم سوره الجن وتقراي عليهم من بعد صلاه الصبح سوره ياسين وغادي تشربيهم وغيبانوا لك الاعراض حتى ادى السيده للموت. كاينين الناس اللي تيقول لك عافاك لما صيفط لي رقيه شرعيه عبر الهاتف، هذا راه غلط. هذا المجال راه ماشي شي مجال اللي هو سهل، حذاري ثم حذاري، راه انسان تيتعامل مع الجن، راه ماشي الكذوب. نقدروا يعني نكذبوا على عباد الله، ولكن يقدر ينزغنا الشيطان وفي التالي يدمرنا. منهم هاد الناس اللي تيدعوا انهم رقات، شكون اللي خلاهم يتلتجؤوا لهذا؟ تيسمعوا ناس في المثل دار الطونوبيله دار الفيرما دار هذا، انا راه مازال ما درت والو، ومازال عندي الطونوبيله هذه 3 سنين هي اللي مازال عندي، انا تنخدم في مركز متواضع والحمد لله. انا راه ما عنديش واحد 200 ديال عباد الله او 80 ديال عباد الله تندير حصص جماعيه، يعني العيالات الفوق والعيالات هذا موازين بالقران تيتسمى، ولكن الناس هي اللي بغات. اللي غادي يدير في المثال هذا العدد ديال عباد الله كيفاش غادي يدير يداويهم؟ تيقرا عليهم رقيه جماعيه ها اللي تيتقيا. سمعنا مول البركه عاوتاني في اداروش، سمعنا مول البركه، ومول البركه غريب، ومول البركه الناس تيديو له داير سمساره تيديو له الكليان، وانا عالجت مريض من الناس دوك السمساره اللي تيديو له الكليان. هذا تيتسمى واحد السيد مول البركه، فسولنا على مول البركه الله يسر
مصيره مع الله سبحانه وتعالى، والله واخا يدي الدنيا كامله بالفلوس، داكشي اللي تيدير لا حول ولا قوه الا بالله. انا ما شفتش بعيني ولكن سمعت، ولكن ما غاديش نطبق. سمعنا مؤخرا الشيخه بغات تولي في مجال الرقيه الشرعيه وتتعطي مواعيد ودروس دينيه في هذا المجال. هذو هما اللي كتعتبرهم متطفلين على الميدان؟ حنا تنقولوا المتطفلين، ولكن تيقول لك هما المعلمين. كتقصد بها الشيخه تراكس؟ هاد الشيخه تراكس انا يا تفاجات بها، انا والله انا ما تنتبعش المواقع، ولكن جاني خبر. المهم شفتها. ناس غاضبهم الحال، ناس غاضبهم الحال، قالوا لك الشيخه تراكس شنو بالك، شنو وما بالك السراقي، السراقيه اللي كانت شيخه وهذا. هذه من عند الله سبحانه وتعالى. ما نقدروش نخليو السيده انها تولي الميدان اللي كانت فيه تتعصي فيه الله سبحانه وتعالى، او تتسب فيه عباد الله. لان واحد النهار انا جالس مع واحد السيد، واذا به تنشوف واحد الشريط تتسب واحد السيده بالكلام الغير اللائق. مثلا تحدي بالعلم، ماشي التحدي بالسفاهه. لان اللي كيكون تيقرا كلام الله ما تيقولش الكلام الخايب. اذا بابنا مفتوح 0637555550. الرقية متشرفين بالسيدة الرقية تراكس، تجيب لنا شي حالة أو تورينا شغل يديها باش نهزو عليها البراءة اللي حكمت عليها الناس أنها من راقية من شيخة للرقية الشرعية. سي خالد، شنو هما الحالات اللي كيصعبوا التعامل معاهم، وشنو هما الحالات اللي شفتي أنت واللي تقريبا ما عرفتوش كيفاش تلقاو ليهم الحل؟ الحالات اللي دابا صعابين هما ان الناس ديالهم ما تيتبعوش. والحالات اللي عندنا المشكل تيجيو الناس باغيين يداويو راسهم بيديهم. تنقولوا لهاد الناس هادو اللي باغيين يداويو راسهم بيديهم، وتيسالوك بعض المرات في الواتساب تيسالوك واحد الاسئله تافهه، كي بحال الانسان بحال ما عارفش. مثلا اللي بغى هاد الشيء هذا راه كاين في اليوتيوب. مثلا انا نحس براسي بان عندي اعراض تنحس بها، غادي نلتجا للقران. كما غادي تضرني راسي تنمشي نشري دوليبران، لا ضرني راسي غادي نمشي للقران. تنحس بالام في المعده نمشي للقران. تنحس باحلام او بزاف ديال الحوايج اللي هما هذا تنمشي للقران. سي خالد، شنو تبغيو تقولوا لدوك الرقاه اللي خسروا المجال ديال الرقيه الشرعيه لدرجه ان ما بقاش الفرق ما بين الفقيه والراقي، ولو كلهم كيتحطوا في كفه واحده وكلهم معروفين غير بالنصب والفضائح والشهره؟ ما يمكنش غادي تمشي عنده وتقول له انت راك نصاب ولا دجال ولا يعني انت تتخسر هذا المجال. اولا وقبل كل شيء، واخا غادي يدي اللي غادي يدي، ما كاينين ما تيدوم الا وجه الله سبحانه وتعالى. ولو ان غيملك الدنيا كامله راه ما غياكل غير اللي مكتب له الله سبحانه وتعالى. بحالاش ما غاديش ياكل، الا صور جوج المليون ما غياكلهاش في نهار، الا كلا غادي يطرطق له كرشو. ولكن مشى عند الله غادي يتحاسب بها، وغادي يخلي لولادو غيخلي لهم الفتنه، لان باهم كان تياكل الحرام. السيده تنصبت عليها في النقليس، السيده في السعوديه، السيده في فرنسا، علين 30 مليون وصفت لهم سحر التنجيم. تيصيفط لهم داكشي الله يستر في الشمع، وتيقول لهم انا غادي نعالجكم كراقي. هضر لنا شي شويه على الانواع ديال السحر اللي كتعرف. درتي لنا مثلا دابا سحر التنجيم والترجيم. واش غنقول لك استاذ، الا بغينا نهضروا في هذا العالم هذا ما طويل وما عندوش الحدود. عطينا مختصر. مالي هاني يعني مختصر، الناس تاخذ الحيطه والحاضر. اولا وقبل كل شيء، الحيطه والحاضر من الرقيه الجماعيه، الحيطه والحاضر من الرقيه ديال الحصص اللي تتفوت وتتعدى ثلاثه ديال الحصص اربعه ديال الحصص. والشيخ تراكس يا ربي تهدينا وتهديها وترجعنا للطريق، حتى واحد فينا ما تزاد في كتب هنا مكتوبه عنده يا الله ولا انت مؤمن. كل بني ادم خطا، خير خطائنا التوابون.